وهيدا شيء نحن قلنا وحكينا عنه من مارون الراس بعد 13 تشرين يوم انا كنت استشهد عصام بنفس النهار، انه الاعلام شريك اساسي في هذه الحرب. ما بتعرفوا في فوضى بلبنان، في فوضى بالمشهد الاعلامي طويل عريض، الامور اكيد اكبر من الجميع، بس بدكم تعرفوا انه لبنان اكبر من الجميع ولبنان اكبر منا كلنا سوا. انا حضرت وثيقه مثل موقف يمثل وزاره الاعلام وبعتقد اغلب الصحفيين والاعلاميين في لبنان، ويمثل كمان موقف الحكومه اللبنانيه بهذا الموضوع. والمؤتمر الصحفي اليوم طبعا ينسق مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي، راح اقرا النص يلي عندي اياه وبعدين بنحكي، لانه لازم نحكي مع بعضنا بكل شفافيه وبكل وضوح. اللبنانيات واللبنانيون، يشن العدو الاسرائيلي عدوانا كبيرا على لبنان وهو يتربص بنا جميعا، والعدوان القائم اليوم متعدد الابعاد، بدءا من تدمير قرانا ومدننا وارثنا الحضاري والثقافي، وصولا الى الدفع نحو تشنجات داخليه واستثمارها لاضعافنا جميعا، بعدما اظهر اللبنانيون تضامنا مجتمعيا نفتخر به، يضاف اليه وعي سياسي لدى القيادات والاحزاب راح يتبلور مع الوقت، وهدفه الحفاظ على الوحده الوطنيه في هذه اللحظه الاحرج من تاريخنا. والاعلام في صلب هذه الحرب اما ان يرتقي الى مستوى المسؤوليه الوطنيه ويساهم في تعزيز الوحده الوطنيه وصونها وحمايه البلد، واما ان ينزلق الى الخلافات والتشنجات فيصبح خطرا علينا جميعا. حريه الاعلام بالنسبه الينا وكما عهدتموني مقدسه، اتمسك بها وادافع عنها. صحيح اننا في لبنان نتمتع بحريه التعبير وحريه الاعلام، لكن هذه الاخيره ينتفي هدفها ورسالتها حين تسقط في فخ الخلافات والسياسات الضيقه، او حين لا تترافق مع حرفيه عاليه وخبره كبيره في التعامل مع الخبر، خصوصا في زمن الحرب الرديء. يواجه الاعلاميون اليوم صعوبات عده، ويعرضون حياتهم للخطر من اجل نقل الحقيقه وايصالها الى الجمهور، وهذه رساله شكر وتحيه لكل هؤلاء من دون استثناء. ولكن يا للاسف يوجه العديد من اللبنانيين اللوم الى الاعلام، ويذهب البعض بعيدا ويقول ان الاعلام يخدم مصالح العدو، وهذا ما هو في الغالب مبالغات. الاعلام ليس مسؤولا عن الحرب القائمه اليوم في لبنان، ولكن عن قصد او عن غير قصد يمكن ان يضفي الاعلام شرعيه على هذه الحرب ويسهل مهمه العدو الداخليه. بالرغم من ذلك لابد من التشديد على اننا لسنا امام حرب اهليه داخليه لكي يقف الاعلام طرفا فيها مع هذا الفريق او ذاك، ويساهم من موقعه في مجهود حربي ما ايديولوجي او طائفي، وهذا بذاته اشكالي. نحن امام حرب يشنها العدو الاسرائيلي ضد لبنان، لبنان الارض، لبنان الشعب، ولبنان التاريخ. هذه حرب إسرائيلية على لبنان تأتي بعد إبادة غزة. ومن موقعي وزيرا للإعلام أعرض عليكم رؤية وعناوين عريضة علها تشكل مرجعا للصحافة والإعلام، مرجعا وطنيا وأخلاقيا بالدرجة الأولى. وهذه المبادئ تضع الإعلام أمام مسؤولياته، وهي أولا حماية المدنيين وهي الأولوية القصوى، أي عدم الانجرار وراء تحويل رسالتنا إلى مصدر خطر يجعل المدنيين عرضة للخطر والاستهداف العسكري. كما أن حماية المدنيين تتطلب حماية كرامتهم وعدم استخدام واقع النزوح، واقع يساهم في إشعال نار الفتنة الداخلية. ثانيا التحقق من جرائم العدو ونقل صورتها إلى العالم
من أجل الدفاع عن لبنان والمساهمة في أرشفة التعديات وجرائم الحرب، وذلك من أجل استخدامها شهادات في مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية. ثالثاً، التمسك بالمواقف الوطنية وأخلاقيات الصحافة المسؤولة والتي تتطلب منا صون التماسك الاجتماعي. رابعاً، احترام القانون اللبناني فيما يتعلق بالعداء لإسرائيل، فالإسرائيلي عدو، والإشارة إليه بهذه الصفة هي التزام بالقانون اللبناني. خامساً، تفادي الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والمضللة وعدم استخدام مصطلحات يمليها علينا العدو الإسرائيلي، فالعدو عدو وليس مصدراً موثوقاً به للخبر. سادساً، الحفاظ على السلم الأهلي من خلال تسليط الضوء في هذه اللحظات على ما يجمع ولا يفرق. فالسلم الأهلي اليوم هو الحجر الأساس في مواجهة إسرائيل. سابعاً، الامتناع عن الرد أو التواصل مع حسابات الإعلام الإسرائيلي والتفاعل معها، فالعدو يعمد بكل الأساليب إلى إيقاعنا في فخ التطبيع، فنبتعد عن الموقف اللبناني الرسمي ألا وهو العداء لإسرائيل بصفته موقفاً وطنياً سيادياً. ثامناً، الحذر من التعامل مع إعلام العدو بصفته مصدراً موثوقاً به، وبالتالي ضرورة تفكيك مصادره ووضعها في سياقها بصفتها صادرة عن العدو وتفادي تبنيها على أنها حقيقة. تاسعاً، عدم الانجرار وراء الشائعات والتنبؤات وعدم الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات، فأغلبها إشاعات سياسية وتساهم في المجهود الحربي للعدو وهدفها نشر القلق والخوف والتخوين. عاشراً، الإصرار على مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية كافة البدء برقابة ذاتية جدية على محتوى ومضمون كل خبر، ولتكن هذه الرؤية وهذه العناوين مدخلاً للتماسك الوطني ومجالاً لفتح نقاش بناء حول كيفية تعزيز الوحدة الوطنية وتوجيه الإعلام ليكون مساحة وصوتاً يعزز الصمود الوطني بدلاً من أن يكون ساحة للتجاذبات السياسية الإقليمية والداخلية. مصالحنا الوطنية العليا سواء من خلال الإعلام أو على المستوى السياسي تتطلب قدراً عالياً من الحكمة في التعامل مع الأزمات، وهذه واجباتنا تجاه لبنان وتجاه المجتمع. إن وزارة الإعلام ليست مسؤولة عن الرقابة المباشرة العقابية، ولن تكون شرطياً رقابياً على كل تقرير صحفي. نحن جزء من المؤسسات الرسمية، وعلى المؤسسات الرسمية تحمل مسؤولياتها كل من باب صلاحياته بدءا من القضاء ووصولا إلى الأمن. أمام هذه الأحداث أشدد على أن مسؤوليتنا ليست فقط قانونية، إنما خصوصا وتحديدا هي مسؤوليات وطنية. ولعل دماء شهدائنا شهداء الصحافة والإعلام الذين سقطوا ضحايا إسرائيل وآخرهم من تم رصده واغتياله بالأمس خلال نومهم في مكان اعتقدوا أنه آمن، لعلها تكون أكبر عبرة لنا جميعا لأن العدو لا أمان له ولا قواعد يحترمها. من هنا أتوجه إلى كل صحفي وكل صحفية وكل إعلامي وإعلاميا ومغرد أو مغرد، مسؤولياتكم الوطنية، وليكن هذا النداء مرجعا أخلاقيا لنا جميعا دفاعا عن لبنان وأبنائه. بدي أشير كمان على أنه الحكومة أخذت إجراءات يلي بتقدر تأخذها المتعلقة باغتيال الصحفيين ومحاولة قتل الصحفيين الآخرين بحصبية. إحنا صار في امبارح اتصال بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية اللي موجودين خارج لبنان، ووزارة الخارجية تقدم ضمن صلاحياتها كمان تقول بشكاوى وكتب إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص لحماية حرية الرأي والتعبير في جنيف. بعتقد كمان لح يكون في شكوى على مجلس الأمن ومنظمة يونسكو، وكمان وزارة الإعلام كتبت لمنظمة يونسكو بهذا الخصوص.
نحن مع الأسف لبنان منه ما وقع اتفاقية روما لنقدر نحن نروح على المحاكم الجنائية الدولية، وأنا بريد أنه الكل يعرفوا هذا الموضوع، لأنه نحن دايماً عم ننسأل أنه ليش ما منروح على هيدي المحاكم وإلى آخره. نحن ما فينا نروح على هيدي المحاكم بكل بساطة لأنه نحن ما وقعنا اتفاقية روما، ولكن هذا ما بيمنع أنه عم نحاول أنه نلاقي نافذة أنه نفوت منا بأنه نتشكى على إسرائيل بهذا الموضوع. هوني كمان أنا اللي بدي أقوله أنه الخطر يلي بيطال الصحافة المحلية الموجودة بلبنان هو بيطال كمان من إسرائيل الصحافة الأجنبية الموجودة بلبنان. أحب أقول لكم أنه نحن لحديث اليوم من 9 أكتوبر صار عندنا 1638 صحفي أجنبي، هذا رقم منه صغير، عم نحكي عن 52 جنسية موجودة بلبنان. فنقول للمجتمع الدولي أنه هيدا موضوع منه مزحة، ولا بالنسبة لنا ولا بالنسبة لهم، في مسؤولية مشتركة بهيدي الحرب وبإيقاف هذا القتل وآلة القتل. كمان اللي بحب أقوله أنه منأكد طبعا على علاقتنا المدينة مع المجلس الوطني للإعلام ومع النقابات كل المعنية وكل المؤسسات الإعلامية على يعني جميع خليني أقول أنعاتها وجميع تطلعاتها السياسية. نحن كوزارة إعلام نفتخر أنه قدرنا نسجن علاقات طويلة عريضة ومتينة مع كل هذه المؤسسات، ونحن رح نتواصل مع كل مؤسسة يمكن عليها خليني أقول ملاحظات أو ضغط أو شكاوى وإلى آخره. في مواضيع بتنحل ببيتنا الداخلي وفي مواضيع بدها تروح بطبيعة الحال على القانون. نحن بوزارة الإعلام أخذنا إجراءات معينة عم تنشغل بالوزارة، ومنها أولاً رح يصير في مكتب تابع للوزارة وموجود هو هون بمكتب وزير الإعلام لرصد كل الأخبار الزائفة وكل الأخبار يلي عم بتكب عم ترمي خليني أقول عم ترمي حرام وعم تعمل توترات طائفية وحزبية ومجتمعية وسياسية على منصات التواصل الاجتماعي. رح يكون في فريق مرتبط مباشرة في ومرتبط بالوكالة الوطنية للإعلام، عم نحكي عن يعني شيء اسمه فاكت تشيك لبنان، رح تبلشوا تشوفوا ورح تبلشوا نكذب كل خبر زائف. ونتمنى انه مثل ما الوكالة الوطنية للإعلام عندها مصداقية امام اللبنانيين وامام حتى يعني الصحافة الأجنبية والسفارات كلها، رح يكون في هذه المنصة كمان نتمنى انكم تتعاونوا معها لضحط كل الأخبار الزائفة اللي عم تعمل توترات بالبلد. ثلاثة، كمان عنا اتصالات مع كل الأجهزة الأمنية من أمن دولي من أمن عام من مخابرات جيش من جرائم معلوماتية وشعبة معلومات، كمان لرصد كل حدا عم بيوتر الأجواء بشكل خطير وبشكل وبيهدد السلم الأهلي. والتعاون موجود، وإذا أنتوا يعني ما بتعرفوا يعني ما بيبين على الإعلام شو عم بيصير، إنما لأنه نحن منا ما حدا يعني بده ياخذ خليني أقول كريدت بهذا الموضوع، بالعكس نحن بدنا نشتغل ونحن بدنا نحمي البلد ونتمنى أنكم تكونوا كلكم شركاء بهذا الموضوع. بقول كمان إنه نحن من أسبوعين وزارة إعلام أصدرت بيان وحكيت عن مواد بالقانون يلي هن المادتين 295 296 من قانون العقوبات يلي بتنص على معارض كل من يضعف الشعور القومي أو ينقذ النعرات أو ينقل أخبار كاذبة أو مبالغا فيها في زمن الحرب. هيدا نحن طبعا مش وزارة الإعلام بتنفذ هيدي القوانين أو تاخد بتنفيذها وتطبيقها، إنما في قضاء بلبنان ونحن وراء هذا القضاء. أخيرا قبل ما نحكي مع بعضنا ويكون في كم سؤال، كمان كان في كلام عن كيف دخل مؤسسات أجنبية مع جيش العدو الإسرائيلي على الحدود وقطعوا الحدود اللبنانية وفاتوا على الأراضي اللبنانية. نحن وجهنا رسائل تحذير لكل الوكالات الأجنبية اللي فاتت على لبنان ووجهت، أكيد عم نحكي عن لندن، عم نحكي عن نيويورك، عم نحكي عن واشنطن، عم نحكي عن باريس، وأخذنا أجوبة بهذا الخصوص.
هيدي كمان مسألة بيسوى إنه تكون واضحة للجميع. بحب كمان هلأ تقولوا إنه الوضع بلبنان طبعاً يعني منه مريح. نحن بفوضى كبيرة كتير. نحن ما في شك مثل ما قلت إنه الإعلام شريك إيجابي وشريك سلبي كمان بنقل هذه الفوضى. ونحن أمام رسالة واحدة، يا فينا نبني هالبلد يا بدنا نخرب. وشكرا. معالي الوزير، بظل كل هالظروف اللي عم نعيشها والصحافة بعد عم تدفع ضريبة دم، أوكي؟ بس حضرتك خصصت، شفنا 8-9 بنود بالوثيقة كأنه انتقاد للصحفية، وعم تقول إنه أنتم منكم جهة رقابية. ليه ما كنت وجهت هالأشياء للمؤسسات الإعلامية يلي حضرتكم شايفين إنه عليهم علامات استفهام؟ بالعكس يعني كل الصحافة عم تقوم بشغلة بظل هيدي الظروف، يعني حتى لو كان دوركم رقابي فيكم توجهوهم للمؤسسات الإعلامية مش هلا الصحافة يلي مثل ما ذكرت. اللي قلتوا بكلمتي وبترجعوا بتقروها شو عرواق، أنا وجهة تحية للإعلام اللبناني كله سنة. بالعكس الإعلام اللبناني موجود والإعلام اللبناني محترف، وأنا اللي بقوله من أول ما بلشت هذه الحرب بنقول إنه الإعلام اللبناني كله سوا عم بيغطي بشكل كتير محترف. هذا ما بيعني إنه ما في شطر، ما بيعني إنه البلد مقسوم، ما بيعني إنه الإعلام بيعكس هذا الانقسام مع الأسف. بس أنا برجع بقولك وحب إنه الكل يعرفوا، مش شغلة وزارة الإعلام إنه تشوف إذا هذا الخبر بيشكل خطر على الأمن القومي وبشكل خطر على السلم الأهلي أو لا. نحن بهذا الموضوع وراء الأجهزة الأمنية اللي لازم تتحرك ووراء القضاء اللي لازم نتحرك. نحن منغطي القرارات اللي بتطلع من الأجهزة الأمنية ومن القضاء اللبناني بكل بساطة. نحن المخالفات اللي بتصير على المستوى قانون الإعلام يلي نحن عم نشتغل من خلاله، نحن مستعدين إنه ناخد الإجراءات يلي لازم أن تتخذ. بس هون الموضوع لازم يكون كتير واضح للجميع، لأنه دايما أهين شيء بنكب اللوم على الحكومة وبنكب اللوم على وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام. نحن ما بنتهرب من مسؤوليتنا، بالعكس نحن بنضحش أمام كل مشكلة عنا إياه. نحن نمشي قدامكم بهذا الموضوع، نحن حتى بنروح أبعد من الصلاحيات يلي عنا إياها. بس طالما عم نحكي عن أخبار ذات طابع أمني وذات طابع مخابراتي وعمالي وإلى آخره، في أجهزة أمنية بالعكس عم تعمل شغلة. نحن بندعيها اليوم أنه تعمل شغلة للآخر وتروح للآخر، لأنه نحن وراها بكل قرار بيخطر. أولا بدي أشكر رحمي على كل الشهداء الصحافي اللي عم يقدموا أرواحهم، عم يقدموا كل ما فيهم أنه يقدروا يقدموا هالرسالة. لا شك الإعلام اللبناني اليوم، التلفزيونات وكل المؤسسات الإعلامية أن تبذل جهد كبير كتير وعم تضحي ومستعدة أن تموت مش سألانة في سبيل القضية، القضية اللي هي مقتنعة فيها. هون أنا بدي أتمنى على البعض، إذا كان صار في خلافات بوجهات النظر بين مؤسسة وبين الثانية، يأجلوا هالخلاف هلا إنما بعد الحرب. اليوم في أولوية، في عندك حرب. هل أنا بحب فلان والثاني بحب عائلتين والثاني مع أو ضد، هيدا بحث آخر مش أهم، مش وقته هلا. هلا في نحن إسرائيل بدها تنال من كل إعلامي بالأخص، لأنه ما حد فضحها بالعالم إلا هالكاميرا هاي اللي عم بتصور كل الجرائم اللي عم تكتب. 40,000 بين طفل وبين رجال، أغلبيتهم من هال40,000 اللي قتلتهم بغزو اللي عم تقتلهم بالبلد في حوالي 2500 أطفال ونساء. في بعد ما بعدهم خلقانين بالمستشفيات، ما خلوا مستشفى 30 مستشفى بقلب غزة. وهاي امبارح كان وزير الصحة عم بيقول صاروا 15
مستشفى عم مهددين بالتوقف وعم يجوا عليهم على المستشفيات. فإسرائيل اليوم صار الرأي العام كل العالم صار مع الفلسطينيين، صار مع قضية الحق. هلا ما في شك إنه في مصالح للدول تختلف عن مصالح الشعوب، لذلك نحن عم نرفع هذا التمام. بس هذا ما بيمنع إنه نحن هالمناسبة هاي الفرصة نحيي أنا الإعلام اللبناني وبالأخص هدول اللي عم يصيروا ليل نهار على التلفزيونات عم ما عم يخدموا خبر صغير أو كبير إلا يتابعوا، وعم بيعرضوا حياتهم للخطر من أماكن يعني منهم مضطرين لا بس هن بالنسبة لسبيل القضية اللي رح تحكي فيها عم يعملوا. تمني برجع مرة ثانية إنه إذا كان في من خلافات شخصية خليها لبعدين، ما حدا هلا يعطي شهادات بحس السلوك ولا بالوطنية. نحن هذا بقلد عظمته إنه هو كل واحد حر يحكي اللي بده اياه، واذا فقدنا هذه هالميزه هاي ما في لبنان. نحن بنتميز اهم بلد بالعالم لانه نحن صحيح ان عندنا حريه راي وكل واحد بيعطي رايه بغض النظر اذا كان عجبني ولا ما عجبني. هذا لبنان. انا بحب بلغكم هلا كمان انه وزير عبد الله ابو حبيب بعث لي هلا رساله انه لبنان تقدم بشكوى الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بخصوص استشهاد الصحفيين. هون كمان بدكم تعرفوا كلكم سوا إنه الصحفيين الثلاثة اللي اغتيلوا لأنه هني اغتيلوا من ضمن جريمة حرب، هني أكيد كلكم تعرفوا إنه كانوا ساكنين بكامباوند في شاليات بعيد كتير عن المناطق السكنية بمنطقة ما فيها عمليات عسكرية، وهني استهدفوا هني ونايمين الساعة 3. فهذا شيء بيقول وبيأكد إنه إسرائيل ما عندها رحمة أمام حدا. كمان كنت أعرفه إنه في 7 مؤسسات موجودة كانت كل التلفزيونات اللبنانية وتلفزيونات عربية. يعني أنا حقيقة إنه وقت أشوف إنه كمان يعني بيكون إم تي في والجزيرة والمنار والتلفزيون العربي والميادين كلهم مع بعضهم، بالعكس بنشوف إنه في مكان ما في قضية مشتركة بتجمعنا. معلش مثل ما قال النقيب أكيد في حكي كتير بعد هذه الحرب، أكيد لازم نقعد مع بعضنا، أكيد في أمور تشارك بي بالبلد، بس نحن ما عنا خيار حقيقة غير أنه نكون كلنا مع بعضنا. أنا دايما بقول يمكن في ناس بيقولوا نحن بمركب واحد، معلش أنا راح أقول نحن بعدة مراكب بس نحن بعصفة واحدة بالنهاية. إذا ما وقفنا حد بعضنا العصفة راح تاخذنا كلنا. ما عليك عادة من حضرتك بتقول انه لبنان بيتقدم بشكوى بس ما بيجي جواب. طب هيدي الآلية يعني لأيمتى نحن بدنا نضل ما عنا جواب؟ وهيك طالما نحن منا اعضاء بي يعني بالمحاكم الدولية والمحاكم الجنائية الحمد لله. انت ماكسيموم بدك تاخدي من مجلس الامن، بدك تاخدي ايداني، بدك تاخدي شو ما كان، حتى لو اخذتي يعني قرار مثل 1701 او مثل ما بعرف اي قرار، انتم بتعرفوا انه يعني العداله الدوليه مع الاسف توقف على ابواب اسرائيل. وانا اذا كنا نحن عم نتشكى على الامم المتحده الاسرائيليه عم بيقصفوا الامم المتحده بالجنوب، يعني انه نحن عم نتشكى على الناس عم بياكلوا اكل مدينه. شكرا. اوكي.